كنت بقول انه سلمى عبد الرؤوف هي اللي مصممه اللبس ده، صح كده؟ بقالك قد ايه بتعملي ده يا سلمى؟ البراند بتاعي بداته من 4 سنين. درست الفاشن وعملت دبلومه في الفاشن والرسم. انا اصلا يعني بحب الرسم، كان اساس البدايه بتاعتي ان انا سبت شغلي بعد حوالي 15 سنه في الميديكال انشورنس. وبعد كده قلت عايزه اعمل حاجه بحبها. انا بحب يعني الرسم. كنت بتشتغلي في مجال التامينات الطبيه مجال مختلف وبعدين خالص، وبعدين سايبه كل ده ونقلتي على انه تصممي ملابس. بالظبط. فحبيت ادرس الموضوع، فابتديت بالدبلومه بتاعه الفاشن وازاي ارسم باترون وازاي اعمل ديزاين وازاي يعني اعرف الخامه المناسبه للموديل اللي انا بختاره. بعدها عملت البراند بتاعي بالظبط من 4 سنين. كان هدفي ان انا اعمل حاجه مناسبه يعني للحجاب وغير الحجاب، بس تكون مختلفه. يعني مثلا حاجات يبقى فيها باتش وورك زي الديزاين اللي انا لابساه ده، حاجات تانية يبقى فيها تطريز، ومعايا كولكشن يعني حابه ان انا اوريه لكم. طبعا لما احنا هنشوف كل حاجه. طبعا اول الحاجات دي فيه. انا درست في الحاجات انا درست الفاشن في مكان في المعادي. كان مفيد جدا بصراحه، لان انا بعديه كمان اخدت كورس في التصوير، يعني ابتديت ان انا اعرف ازاي اصور المنتج بتاعي. وبعدين ابتديت ان انا انزل بازارات. البازارات بالنسبه لي كانت فرصه كويسه قوي ان انا اخد فيدباك فيس تو فيس من اي كلاينت بيشوف المنتج بتاعي. ابتديت اعدل على الموديلات بناء على ان الناس تقول لي طولي شويه قصري شويه. فالبازارات بالنسبه لي هي كانت البدايه للسيلز بتاعتي في القاهره. يعني بعد شويه ابتديت انزل بازارات في اسكندريه، وبعد كده شاركت في المعارض اللي زي ديارنا. ديارنا بالنسبه لي كان اكسبوجر حلو جدا، ان انا حسيت ان كل الناس مهتمه قوي قوي بالهاند ميد، الناس مقدره اللوكال براند جدا. وبعدين يعني حسيت ان انا برضو اخدت فيدباك كويس ان انا اظبط حاجات مثلا في رمضان بالستايل الكفتانات مثلا، يعني ابتدوا يسالوني على حاجات رمضان، فاشتغلت على الكولكشن بتاع رمضان. يعني لسه اول بازار ما كانش معايا ولا قطعه من حاجات رمضان، ابتديت اعمل حاجات رمضان ستايل مختلف شويه، شيرين لابسه حاجه منها. ايوه ومعايا حاجات قالت لي تانية. اول ما دخل قالت لي ده بقى اللي عاملاه سلام. بس ده باختصار يعني الشغل بتاعي. اوكي طيب.